الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، اسم حضرتكم إلى شرح جديد لفيديو خاص بكيفية تركيب كارت ساتيريك من نوع تكنيسات USB HD. هذه هي الكارت ساتيريك، كنا قد شرحنا في درس سابق كل ما يخص هذا الكارت، يعني لما فتحناها من علبتها. الآن نأتي إلى التركيب. أول شيء نقوم بتركيب يعني هذا الترانسفو، يعني جيد. طبعا هذا هو الناقل، سوف نثبته هاك من هنا، مدخل الباور يعني مدخل أخذ الكهرباء. نأتي إلى تركيب شيء ثاني فيه، هذا وهو الكابل الذي يوصل بالـ USB. من هنا هاك لنوصل الطرف الثاني منه بجهاز الكمبيوتر، يعني USB. هاك هذا هو جهاز الكمبيوتر. الآن وقد تم قمنا بإيس، سوف نقوم لاحظ أنه يشتعل زر أحمر. لاحظ أن الزر الأحمر في الكارت ساتيريك قد اشتعل، دليل على أن التيار الكهربائي قد دخل أخذ الباور. كل التعديلات تقريبا موجودة فيه، البورت USB باور والديش. يعني نأتي إلى الكمبيوتر،